سمحتي الدكتور، احنا سمعناه في محطة في قناة قبل كده برضو، صحيح. كان بيتكلم على الثانوية العامة، كل كلامه على القسم العلمي الكيمياء والفيزياء، عايزين ما سمعناش أي حاجة عن عايزة الأدبي، بس انا اقول لك، عايزة تسأل عن تفاصيل عن الأدبي. التاريخ خدي والجغرافيا وال وطيفر، يعني كل المواد الأدبية لو سمحت. طلباتك أوامر يا أستاذة عايدة. حالا أشكرك، مرسي حالا، تسلمي يا حبيبتي، اتفضلي يا فندم. يا استاذ عايده، انا ما بتكلمش بشكل فني عن امتحان، انا بتكلم انا رئيس امتحان، يعني بتكلم بصفه عامه يعني. فلكن بقى ما بجد مثال ببديه من الماده اللي انا كنت فيها عشان بس ابقى ما. لكن على اي الحالات، ماده علم النفس والاجتماع عدد الاسئله فيها هيبقى 20 سؤال، واعتقد ده ادبي اهو. ماده الفلسفه والمنطق 20 سؤال، الجغرافيا 40، ماده التاريخ برضو 40. ده لحضرتك، ونفس الكلام اللي احنا بنقوله بننطبق عليه. فانا لما بجدي بدي قواعد عامه الحقيقه، لكن مش قاصد ماده بعينها يعني. طيب السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها كانت عدد الاسئله اقل زي العلمي زي ما حضرتك شرحت، ولا نفس ال... كانت الاسئله كتليه، عارفه كتلي يعني؟ كتلي كده. انا فكيتها عشان كده، دي جابت 40، دي جابت 18. يعني مثلا انت حضرتك، اقول لك انا عشان انت عايزه الحكايه دي قوي، يعني اصل حته الادبي ما فيهاش قوي زي العلمي، ما فيهاش يعني انه السؤال مبني على يعني مثلا ماده الرياضيات 18 سؤال، الرياضه ده في العلمي. الديناميكا في حدود 18، استاتيكا 18، جبر وهندسه 18، التفاضل 18، واخده بالك؟ السؤال انت هتساليني هو انتوا وصلتوا للعدد ده ازاي؟ مظبوط. فاحنا جبنا الامتحانات القديمه وعدينا الفرعيات اللي فيها، وبناء عليه حددنا عدد الاسئله اللي هتيجي في الامتحان. حلو. اللي هي احنا عشان الوقت، انا عدد الاسئله اللي هتشغل الطالب اللي هيبدا يحلها، الوقت مناسب ولا لا؟ ده 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 متغير مهم جدا لنا، ده محتاج دراسه كمان، ومحتاج كبيرة. دراسه. وهقول لك بقى، كويس، انت هايله والله بجد يعني. ربنا يخليك. اول كراسه امتحان كانت 60 سؤال في العلوم، المواد العلميه 60 سؤال، استجبنا للناس. تاني نموذج كان 50، بناء على ردود احنا، هو التجربه كلها على بعضها فيها شكل جديد. فما كناش احنا كمان نشتغل بمنهج علمي ونسمع الناس ونستجيب، احنا ما احناش في صراع معاهم ابدا يعني. فوصلنا بقى 50، بعد ال 50 45 نزلنا ال 45 سؤال بس خلاص. لا عشان بس ايه؟ طب يعني لو كم مكالمه جولكم كده مش ينزلوا شويه ال 40 سؤال؟ لا الموضوع خلص خلاص كده؟ لان احنا خلص، احنا اشتغلنا بمنهج علمي يعني. هم كانوا 60 وبعدين بقوا 50 وبعدين، على اي اساس انا كرئيس امتحان لازم يبقى عندي يعني حاجه حاكمه اظبط بيها الناس، وسبب علمي وحاجه علميه بتحرك حواليه، بتحرك عشان اطالب بيها الهيئه الفنيه. لو افرضي جالي شكوى من الوقت، فبعد ما الامتحان خلص اتصرف ازاي؟ احاسب الناس ازاي؟ ما انا دوري ان انا ما هو الامتحان بعد ما بيخلص في عندنا 45 سؤال اللي هو في ماده ايه؟ العلوم الرياضيات، الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والبيولوجيا. حلو. خلاص؟ حلو. فكان لازم يبقى فيه محك. المحك يعني ايه؟ عدد الفرعيات هي بقت عدد الاسئله، خلاص شكرا. روح بقى حل على هذا الاساس. الاختياري ده مهم بقى. لا لسه عايز اتكلم في الاختياري وعايز بالتفصيل، بس استاذنك ناخد استاذ عمر عشان هو اعتقد مدرس.